العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص مش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا بكم نسر كل على راديو الحياة فام. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس اللي اختصاصها صحة، على الإذاعة الوحيدة المختصة في الصحة، كل يوم الاثنين حتى للجمعة على امتداد 120 دقيقة. حواراتنا والتحقيقاتنا تكون صحية وطبية بالأساس، وهو القائل إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار، العلامة ابن خلدون. تتسويت سومير. سومير 28.7% من التوانسة مصابون بارتفاع الضغط نتاع الدم. هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية في شيفر سانتي، ومن بعد شوية زادة شنو صحيح. مش نعطيكم ثمانية نصايح نقدموها لمرضى ضغط الدم، نصيحة نجموا نقدموها لهم وأكثر، هذا باش يسمعوها بعد شوية. وهذا الكل مربوط خاصة وقت اللي نعرفوا انه ضيفنا بعد شوية وهو طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين، ومش نحكيوا على ارتفاع ضغط الدم، الأسباب، الأعراض، كيفية الوقاية والعلاج. هذا اللي يستنى فيكم من توا حتى نص النهار. أهلا وسهلا بكم على 3W راديو الحياة FM.net. أي من لسيق موسيقته وصلوا 20 دقيقة بعد 10 متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على راديو الحياة FM. مرض ارتفاع ضغط الدم، هذا موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور. ألو دكتور. كيفية العلاج والوقاية، هذا اللي بيش يكون موضوعنا بعد شوية في ألو دكتور أبارتير من 11 حتى نص نهار، خاصة أنه طبيب الأمراض القلب والشرايين بيش يكون بحضينا الدكتور محمد بوسعدية، وهو بعد طبيبنا اللي حاضر معنا حول الأمراض هذية. هذا وأكثر تجمو تكلمونا على 70-35-120 70-35-120. تتسويت بشاكلكم على عدد الإصابات التوانسة 28.7 من التوانسة مصابون بارتفاع ضغط الدم. شيفر سانتي، هذا اللي كان أكده المكلف بإشراف على وحدة الأمراض الغير سارية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة سيد فيصل السمعلي، أنه معدل الملح في الخبز التونسي غير مضبوط ويتفاوت من مخبزة إلى أخرى، لافتا أن هذا التفاوت في نسب الملح قد يعرض المواطن إلى استهلاك نسبة هامة من المادة والإصابة بأمراض الضغط الدم والقصور الكلوي. وهذا اللي كان أكده بتاريخ في مارس 2022 وزارة الصحة، وين أطلقت حملة تحسيسية حول مخاطر مادتي الملح والسكر في إطار خطط العملي لتفعيل استراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض الغير السارية. وأكد الوزارة أنه عملت مع وزارة التجارة والتنمية التصديرات في إصدار قرار مشترك يضبط نسبة الملح في الخبز. وكان أفاد سمعلي أنه آخر الإحصائيات المجزة من مرض طرف المعد وطن الإحصاء أثبتت أنه 28.7% من التوانسة والتونسيات من الفئة العمرية ل 15 سنة فما فوق مصابون بارتفاع ضغط الدم، فضلا عن الإصابة من العديد من الأشخاص بهذا المرض دون التفطن إليه، مؤكد أن نسبة مرتفعة وخطيرة حسب تقديراته. وتذكروا أن التونسي يستهلك يومين 12 جرام من مادة الملح، في حين أن معدل الاستهلاك الطبيعي اللي تضبطه منظمة الصحة العالمية لا يتجاوز 5 جرامات في اليوم الواحد. 28.7% من التوانسة مصابون بضغط الدم، هذا الشيفر سانتي لليوم. أهلا وسهلا بكم بعد شوية كالعادة أجندة سانتي العشر نص الفلاش انفو، ويتواصل مقاطعة الإطار الطبي والشبه الطبي لتأمين المناظرات الوطنية. الباكسبور كان مثلا مش حاضرين لزام فيرمية والطبة، علاش كيفاش، هذا موضوعنا بعد بشوية. سانتي 5.0. مرض ارتفاع ضغط الدم، هذا موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور. خاصة أنه العدد ماشي ويتزايد في تونس وفي العالم، 1,828,000 شخص يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم حسب الـOMS. في تونس هاكم شفتوا المرض هذا قديش ماخو من برشا توانسة، كيفاش نجم تتعامل معه، شنية الأسباب، فما جانب وراثي وإلا ليه، صحيح الماكلة متاعنا تأثر وإلا ليه، هذا موضوعنا في ألو دكتور. أجندة سانتي.
نعود نذكركم انه فيما يخص لي رونديفو اللي موجودين الصحيين فانه سوسيتي تونيزيان دو بيدياتري تعاود تذكر انه اخر دات بور لي انسكريبسيون لو 32 كونغري ناسيونال دو بيدياتري اللي باش يكون من 20 حتى 22 مي 2022 باش يكون بتاريخ 21 افريل 2022. تنجموا تلقاو اليان دانسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك وتنجموا زاد تلقاو البرنامج كامل باكثر التفاصيل كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة تفان اذا تلقاي روان للصحة. هذا فيما خص الكونغري ناسيونال دو بيدياتري اللي باش يكون من 20 حتى 22 ماي 2022. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في اقل من دقيقتين الفلاش انفو 10 ونص من بعد نرجع نحكي معاكم ونفهموا علاش تتم مقاطعه من قبل جامعه الصحه لجميع المناظرات الوطنيه كما الباك والباك سبور. اكثر تفاصيل موضوعنا بعد بشوي. ارتفاع ضغط الدم شنو الاسباب نتاعو وخاصه اكثر من هكا شنو الاعراض نتاعو وعوام الخطر اسكو صحيح ماكلت برشا الملح والماكله اللي ماهيش صحيه برشا تنجم تكون من الاسباب الاساسيه. هذا واكثر باش يكون موضوعنا في الو دكتور. الو دكتور. قرار سيد التوافق بنظام التغطية الصحية للمناظرة الوطنية المباريات الرياضية وكافة الأشكال الاحتفالية من قرار الجامعة من قبل الجامعة العامة للصحة. هذا باش يكون موضوعنا اليوم في زوم سانتي. زوم سانتي سي بلقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان. أهلا وسهلا بك. صباح الخير ومرحبا بمستمعي حياة فعل. نشكرك على تدخلك معنا. فإنه تمت مقاطعة أو عدم ضمان التغطية الصحية للمناظرات الوطنية، هذا القرار مازال سير المفعول سي بلقاسم؟ بطبيعة الحال القرار مازال سير المفعول بما أنه معناته ما فماش حل الإشكالية اللي طرحناها واللي هو من حقنا واللي تعرف الناس كل اللي كل تظاهرات الامتحانات الكل كانوا يأمنوها زملائنا بدون مقابل. مع العلم أن الناس الأخرى الكل سواء حماية مدنية سواء شرطة سواء السادة اللي هما بيدهم معناتها في خدمتهم وإحنا مانيش معناتها ضد هذا، لكن إحنا زادة الوضعية متاع زملائنا يلزموا كما الناس الأخرين كما يقرأوا حساب الناس الأخرين زادة إحنا زملائنا زادة ما فيها بس كان يقرأوا حساب لأنه إحنا على عين المكان إحنا في مكان خدمتنا يجيوا يهزونا وفي ظروف معناتها صعيبة برشا يبدأوا مطيشين في الشمس في الامتحانات في جويلة وفي أوت وفي المباراة في الباك سبورت يبدأوا زادة عرضة معناتها للطقس غائب وكل شيء، ولكن مع ذلك ناس أخرى تخلص وإحنا ما نخلصوش إحنا ما قلنا حتى شيء يا أخي خلصونا والفلوس هاي معلومة فما التلامذة يشروا في التنابر متاع 22 دينار والميزانية ذيك يقسموا على بعضهم لكن يستثنوا منها عوان الصح. احنا ماناش في اضراب احنا مقاطعين التغطية اعطيونا حقوقنا كما تعطيو الناس الكل احسبونا كجات الناس الاخرى ما تخلصش عادي جدا اما بدأ من الناس الاخرى تخلص حتى احنا من حقنا باش نخلص به. معناتها تو الباك سبور اللي مثل تعديو الجمعة اللي فاتت ما كنتوش حاضرين؟ ما كناش حاضرين ومازلنا مواصلين وحتى الامتحانات متاع السيزيام ومتاع الباك زادة ما الناس مش نأمنهم الا ما يصير اتفاق ويقراونا حسابنا كما يقراو حساب الناس الاخرى. ماتشوات الكره نفس الحكايه. ماتشوات الكره احنا ما عندناش فيها دخل احنا ما عندناش كونسرني بها. المهرجانات اللي سوف تقام على مستوى وطني ومستوى ولايه القيروان هو بطبيعه الحال اذا فما اي مجال باش تخص ناس اخرى احنا لازمنا نقراو حسابنا احنا رانا ماناش معناتها ما واش اضراب احنا نخدموا في خدمتنا العاديه يهزونا من اماكن العمل نتاعنا لتغطيه اي تظاهره. التظاهره هذه الناس الاخرى اللي تمشي راهي تخلص احنا زادة يزلنا نخلصوا. انت كان تمشي في جويلية وقت الباك بداوا قاعدين على كراسي في الشيلي حتى دابو سمام يجيبوها لهمش ويزيدوا من بعاد اللي بدا في المنصورة يمشي اللي سي هكا للعواني ولا بشيخ التاكسي على حسابه مش معقول والناس الاخرى تخلص فمش معقول زادة انت تستثني معناتها قطاع اللي هو يأمن لك احنا ولادنا زادة راهم اما زادة زملائنا زادة انا ما نحبهمش زادة يخدموا في ظروف خايبة وما تعطيهمش حقهم. سي بلقاسم خلينا نفهم من نقطة أخرى سي بلقاسم، فما محضر جلسة في الإطار هذايا خاطر معناتها عدم تغطية أو تأمين المناظرات هذايا وكأنه صار جلسة أو محاولات مع جلسة وفما ولا شيء ما صار شيء رغم المطالب نتاعكم. هي راهو كانت الفرع مناول ولا تعمناول راهي كانت الكورونا ما فماش باكسبور. لكن من قبل احنا قطعنا عامين. صحيح. عامين كنا مقاطعين ولتو معناتها شوف أنت عندك تو أربع سنين
معناتها والوزارة معناتها بتاريخ تعرف سي بلقاسم سامحني آخر 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 بيان آخر بيان على الأقل اللي عندي نسخة منه ديما يتحين هي إدارية بناء على القرار 2020 أساسا. هذا نعطيك التاريخ تدعو الجامعة العامة هذا هو 4/6/2020 تدعو أي. الجامعة العامة للصحة كافة الزملاء المعنيين بمختلف الرتب بعد التنسيق في ذلك مع النقابات الأساسية والفروع الجامعية إلى عدم ضمان التغطية الصحية للمناظرات الوطنية المباريات الرياضية وكافة أشكال الاحتفالية إلا بعد الاتفاق مع سلطات الإشراف على الجهة التي ستتكفل بالتأجير المعنيين. نفهم نقطة أخرى لنا فما أشكال مع وزارة التربية تقول لك عندي أنا وزارة الصحة تقول لك لا مش في كلفتيان شنو هو الإش... معناتها شنو معناتها أشكال هذا هو المنظور نتاعنا احنا شنو احنا مباشرة مع وزارة الصحة. وزارة الصحة احنا قلنا لهم رانا احنا من 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 نغطيو التظاهرات هذه الا ما يصير اتفاق اتفقوا امشيوا لوزارة التربية ولا اي معناتها هيكل اخر اللي معناتها كونسرني بالحكاية وامنونك خاطر الناس الاخرى راهي تخلص شكون يخلص فيهم الناس الاخرى تو كي تمشي مثلا الحماية ولا الشرطة ولا ما شكون يخلصها ما نعرفوش انا اللي خلص الناس هذيك خلصنا احنا خاطر انا زاد مش معقول انا زملائي يمشيوا في معناتها ظروف قاسيه وما يخلصوش واحنا نتحولوا من مش من مكان العمل نتاعنا نتحولوا على حسابنا على حسابنا معناتها سيب القاسم معناتها مثلا سيتك انت كان يجي تعين في مستشفى محلي مثلا بعيد شويه تاخذ تاكسي على حسابك ومن دارك تمشي مثلا لاخر هذاك حتى اللي في التونسبار عندك وذا اللي صاير سير حيم هذا اللي صاير انا فما زميله تسكن في المنصوره تقول لي راني انا ما نجمش انا ناخذ تاكسي ب 4000 نمشي الملعب حمد العواني باش نغطي الباك سبورت ولمده عامين مشكم قاعدين تامنوا وسيلونس توتال مع تونس كل عامين كورونا وعامين قبل 4 سنين وتتصور 4 سنين وتو ما فماش حل ما يحبوش يعملوا حلول هما باهي واضح هذه نقطة من النقاط قبل ما نختم أنا معك سي بلقاسم لحظات هذه فما اجتماع مع سيد كاتب العام للجامعة العامة للصحة ورئيس الحكومة في ما يخص التسوية القانونية والمالية لزملائكم آخر التطورات كان عندك هكا بعض التسريبات كان عندك بعض التسريبات سي بلقاسم شوف بالنسبة لزملائنا المتعاقدين هما معناتها من 2019-2020 احنا فما الاتفاق صار في 9 فبراير 2021 على اساس انه سيتم ترسيم المتعاقدين واحنا عندنا اتفاق في معناتها في الذهاب الى ترسيمهم علاش انت تعيط لي انا تو باش نصح انا عامل معك اتفاق احنا منضبطين القرار الجامعه العامه للصحه اللي دعات زملائنا باش ما نصحوش في لي كونترا خاطر باش صح تزيد معناتها تاجل في الترسيم نتاعك احنا عندنا زملائنا معطلين في كرنيات نتاع السيانات شهريتهم كانت تصب مؤخر معناتها ما تصبش مع الناس الكل وتو نسمعوا اللي معناتها فما الوزاره تنفي اما لكن معناتها يقولوا اللي معناتها فما جهات اخرى انا ما غير معلومه عندي اني تسعى باش تعطل باش المره هذه ما يعني في البلاغ الرواتب في البلاغ كان واضح كبير وعندنا 2115 ومتاخرين هذوما يكلفوش الدوله برشا كان مش ترسمهم دقيقه برك سي بلقيس المتعاقدين قداش قلت لي 2015 ولا 215 2115 كامل تراب الجمهوريه يعني ما هماش برشا في القيروان قداش في ولايه القيروان عندكش رقم في القيروان انا حدود ممكن من 50 ل 60 بالضبط عدد معني من 50 ل 60 اما بعض التسريبات تاكد انه سوف يتم حرمانهم من مرتباتهم عوضا عن انهاء معاناتهم واتمام عمليه التسويه معناتها يمكن الشهر هذا ما يصب لهم شهريات هذا ما لا نتمناه خاصه في رمضان وكان بالحق معناتها تمشي الحكايه هكا تحس اللي معناتها الناس هذه ما عندهاش حتى قيمه وراهو مش يحلوا مشكل كبير وانه مش يصير معناتها تحركات واحتجاجات الا ما احنا يمشيوا في تطبيق محضر الاتفاق راهو ممضى محضر الاتفاق المشكله انه ممضى علاش انت تمضي وما متطبقش احنا الامضاء وقع راهو موجود راهو في 6 فبراير و9 فبراير على اساس باش يترسم علاش تو تماطل فيه نرجع نتصل بك منا لاخر النهار الاجتماع نشوفوا شنو هي النتيجه نتاعو على الاقل خلينا نعطيو اخر التصريحات بعد الاجتماع اللي يجمع لحظه انا نحب نحط علمك سامحني سي رحيم نحب نحط علمك في حاجه راهو بالنسبه لنا احنا لا تنازل على حقوقنا اذا ما خذيناش معناتها رواتبنا راهو ساي معناتها مش ناخفوا
ومش نعملوا معنا كل الاشكال النضاليه ونوصل حتى ممكن حتى الاعتصامات، لانه حقنا والاتفاق راه ممضى وما فماش علاش انك بتزيد تمطلني. واضح. سي بلقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحه بالقيروان، غرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم على راديو الحياه. في من انتجراتي الانترفيو تلقاه شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك. ذكركم انه بارتير من 11 ضيفنا دكتور محمد، طبيب مختص في امراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، الاعراض، الاسباب، كيفيه الوقايه والعلاج. حديثنا بعد بشوي. ارتفاع مرض ضغط الدم، هذا هو باش يكون موضوعنا اليوم في سونتي 5.0 من توا حتى نص نهار. شنو الاسباب، كيفيه الوقايه والعلاج، هذا واكثر في حديثنا مع الدكتور محمد بوسعديه، طبيب مختص في امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن جزة. الو دكتور. دكتور اهلا وسهلا. عاصمة، شكرا على الاستضافه ونحيي برشا على مستمعي الحياه. حيتفهم انغرو ميسيلي كنت حاضر بحضينا دكتور. شكرا سي دافا. دكتور كعملت ريشيرش صغيره، نلقى برشا توانسه مرضى بارتفاع مرض ضغط الدم. يعطيك الصحه، هي من اكثر الامراض المتفشيه في الـ في الـ في المجتمع نتاعنا. 30% من التوانسه، هذا معناتها الارقام الاوفيسيال، 30% من التوانسه عندهم مرض ضغط الدم. واللي قمنا بالتشخيص نتاعهم بين 30 هذوما في البوبولاسيون التونسيه، 38 مركة اللي قام التشخيص نتاعهم، معناتها هو مرض متفشي وبرشا مش فايقين به. معناتها فما ناس مرضى ما في بالهمش. يعطيك الصحه. ما في بالهمش على خاطر الاعراض ماهيش باينه برشا، على خاطر مستسهلين. على خاطر مستسهلين وما فماش اعراض. معناتها ليه حكايه فارغه. دوخه، تعب، فشله، تعدى، وماكله. هو من هو من الامراض اللي كما يقولوا يتفشي معناتها بكيفيه من غير ما يعطي اعراض ديما. صامت. يعطيك الصحه. صامت ويقدم ويضر معناتها بكل صمت. اي لكن عنده تكلفه ماديه كبيره على التوانسه. يعطيك الصحه. 500,000 500,000 تونسي عندهم بريزون شارج انتيغرال ملكنا. كامله. تغطيه اجتماعيه كامله. خاطر اول مرض مزمن. اول مرض مزمن في الامراض المزمنه اللي ماخذتهم اون شارج الكنام، هو اول مرض مزمن معناتها في ال 500,000 تونسي ماخذته اون شارج التونسي، ماخذته اون شارج الكنام. ومن اسباب الوفيات الكبيره زاده، من الاسباب الاولى للوفيات في العالم الكل، مش كيف في تونس، في العالم الكل. من اول اسباب معناتها اكثر من حتى من الامراض السريريه ومن معناتها الامم المتحده تقول نظري 1,280,000 شخص يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم أببخي. في تونس الكل. ومرض يضرب الصغار والكبار ولا عنده معناتها عنده شريحه عمريه ديما هي اغلبيه تبدا مريضه دكتور. يعطيك الصحه. هو يبدا ينجم من فما كما نقولوا احنا ضغط الدم معناتها اللي يكون من عند ربي، وفما اللي يكون عنده اسباب ثانويه. هذيك الاسباب الثانويه ينجم يظهر من العمر الصغير. فهمتك. اما كي يبدا كما نقولوا اشتيا بريميتيف اسونسييل معناتها ايفولوشن ناتوريل، هذاك يظهر في العمر تدريجي تطور تدريجي صحيح من ماكلتنا ومن نمط العيش نتاعنا سيرتو او جينو من بعض الاسباب هذه. نعاود نذكركم انه ضيفنا اليوم دكتور محمد بوسعديه، طبيب مختص في امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن جزار، وباش يكون حوارنا معه من توا حتى نص نهار تكلمونا على 70 035 120. دكتور خلينا نعطيو تعريف صغير للزوديتور، اش معناها ارتفاع ضغط الدم؟ ضغط الدم لازم نعرفوا اللي فما ضغط الدم الانبساطي والانقباضي. الانقباضي لازم يكون قد والا اكثر من 14 140 نقولوا. 14 والفاصل هو 9. قد والا اكثر من 9. التوانسه ديما عندنا هيك النوسيون تاع يا طبيب الفاصل، قالوا لي الفاصل ما يلزموش، ما فماش فرق ما بين الفاصل ما بين الانقباضي والانبساطي. الزوز عندهم الزوز عند كيبدا كيبدا الانبساطي طالع يسمى عندك الدم، كيبدا الانقباضي طالع يسمى عندك الدم، كيبدا الزوز يسمى عندك الدم. باهي النورمال قداش؟ فسال لي انا مشيت نقيس في التونسيون تاع الدم مثلا، دخلت الفارماسي، النورمال قداش؟ النورمال لازم يكون اقل من 14.9. 13.8؟ 13.8 ليديال. باهي 14.8 تسمى عندي مشكل في الدم. تسمى عندك الدم. خلينا نخصم معك بالعكس. فما حاجات لازم نشوفوهم، راهو بعض ساعات كيف نقولوا فما لي في بلوز بلونش، فما انواع نتاع ضغط الدم. فما النوع نتاع المريض اللي يمشي عند الطبيب يقول عنده ضغط الدم، اما هو في الدار ما عندوش ضغط الدم، جوست الفجعه نتاع الطبيب وكل. داير ذاك ساعات يقول لك ارتاح ورد نفس مثلا من الاسباب. والا نعطيهم يقيسوا في ديارهم. تقول له قيس. تقول له قيس في دارك 3 ايام ورا بعضهم، 3 مرات في الصباح، 3 مرات في الليل، بيناتهم 3 دقائق.
وناخذوا والا نعطيوه ماكينه نتاع قياس الدم عنده في الدار مده 24 ساعه اللي هي هذيك المرضى العبيد اللي نشكوا في عندهم من نشتيا بلوز بلانش معناتها اشتيك لي جوست شوف الطبيب والطبليه البيضاء الدم تاعو يطلع رياكشوني بساعه من الخوف من التلويس هذوما نعطيهم يقيسوا الدم 24 نعطيهم ماكينه نتاع 24 ساعه قايد تقولوا قيسوا قايد قيسوا قايد وهذه في ال 24 ساعه لي فاليور يتبدلوا ما بين في عيادة الطبيب وما بين في الدار وما بين القياس نتاع 24 ساعه في ال 24 ساعه مثلا لازم في الموين يكون عنده اقل من 13.8 اقل من 13 كي تقسمهم عليك الوقت الكل على 24 ساعه كي تعمل مجموعه 24 ساعه يكون عنده اقل من 13.8 والا نعملوا بالنهار وبالصباح زيد ما ينصعبوهاش عليهم احنا نقولوا في ال 24 ساعه يكون اقل من 13.8 كي تقيس وحدك في الدار لازم يكون عندك اقل من 13.5 8.5 اقل في الكابينه لازم يكون اقل من 14.9 فهمت تقراوك به دكتور يسيبوزون وين معناتها معناتها في الاخر حتى كان عندي مرتفع بونتو تسمى خطيره الحكايه بهالدرجه اللي تحكي لي فيها معناتها والله سي دي بون هو شنو لازمك تشوف لازمك تشوف العوامل الكل نتاع العوامل الكل نتاع خطر القلب والشرايين منهم منهم ضغط الدم ضغط الدم السكر شحن في الدم التدخين هذوما الكل عوامل خطر قلب وشرايين كي تبدا انت عندك زايد بونتو وعندك السكر وعندك شحم وعملت مثلا لا قدر الله عشان تقبل وقتها الزبونت هذاك يولي ولي اخطر معناتها يلزمنا نقاوموا ارتفاع ضغط الدم العبد اللي يبدا صغير مثلا وعنده ارتفاع الدم طفيف معناتها كما نقولوا مش كبير برشا احنا في ضغط الدم عندنا دي دوغري معناتها فهمت درجات درجه الاولى درجه ثانيه درجه ثالثه صنفوا في تصنيفكم هذي توا دكتور معناتها الكريتير نتاع العمر كان صح التعبير مهم برشا الكريتير نتاع العمر يهم جوست في مش في مش في التصنيف الكريتير نتاع العمر اللي يهمك في معناتها في في ايفالويشن نتاع العوامل نتاع الخطر العمر داخل في العوامل نتاع الخطر فهمت باهي دكتور خلينا نفهم من نقطه اخرى خلينا نمشي على الاقل الساده المستمعين اللي يسمعوا فيا الاعراض اللي انا عندي مشكل نتاع ضغط الدم ارتفاع في ضغط الدم هذايا وما في باليش بيه خاطر تحس في روحك نورمال تقول مش متقلق ما عنديش حد شيء واش ناخذ في الدواء ولا واش مش عندي عندي دمي مثلا 15 على 10 لاباس تحس في روحي لاباس واش نهول فيها أيه. اما هو كما قلت مرض اللي يضر في الخفاء يبدا يضر فيك في الخفاء واحنا كي نقيسوا معناتها في العوامل معناتها نشوفوا الخطر الخطر معناتها من الموت في جرد ضغط الدم وكل أيه. نقيسوا على 10 سنين عنا دي تابلو نشوفوهم نقيسوا بهم على 10 سنين قداش الخطر نتاع المريض هذاك شوفوا العوامل الكل اوكي هو مورتاليتي كارديو فاسكولير الموت في جراء القلب والشرايين في العشر سنين كل عام نقيسوا له ونحسبوا له الحساب نتاعو كي يبدا واحد عنده خطر كبير فوق 10% هذاك نداويوه ونحرصوا على الدم نتاعو يطيح ونداويوا الاعراض الكل العوامل الكل نتاع خطر القلب به خلينا نفهم انا به اعطيني فكره على الاعراض اللي نجم اي واحد تكون عنده تجيه معناتها وهو يعرف عنده مشاكل في ارتفاع ضغط الدم وعلى الاقل عليه لازم يمشي يستشير الطبيب بيسيكيو نحكيو على المشاكل ولا العوارض على الاعراض الاعراض باهي الاعراض نحكيو على المشاكل اللي نجم يتسبب فيها المضاعفات اللي مضاعفات خلينا نحكيو توا على الاعراض اي واحد قاعد يسمع فيا توا دكتور الاعراض اكثر حاجه اللي يشوفوها هو يقول لك راسي يوجع ديما عندي وجع نتاع راس واحنا اني في القروين الحاجه اللي شفتها خاصه العباد الكبار المسنسين قبل السنسين بطاش يوجع وراس تلقى عنده ضغط دم يبدا يشلط شنو هما الحاجات الاخرين نجم توزويز في الوذنين الفيزيون فلو معناتها ما يراش معناتها بعد ساعات تجي فهمت شنو اخر الفشله التعب بعد ساعات شويه ضيق في النفس حاجه خفيفه معناتها مش اي ما هذوما الكل مش ديما وبعد ساعات وفي اغلب الاحيان ما عنده حتى شيء كيما عنده معناتها كيما نقولوا ضغط الدم درجه اولى ولا درجه ثانيه نجم يكون ما عنده حتى ما عنده حتى عارض به بعد ساعات كي تطلع له برشا راسه يوجع وكا يقول لك نظر بدا بوسحه وجاع راس ولاباس معناتها تمشي حربوشه نتاع وجاع راس وترجع لاباس الكل معناتها ضغط الدم وضغط الدم مشي ويضر به تو سامحني الدكتور حتى اللي يسمع فينا فما لي ميدسان دو بروميير ليني عندك اي اكثريه العباد عندهم لي ميدسان جينيراليست نتاعهم عندهم عنده طبيب العائله فهمت اي متفاهمين متفاهمين مع الاقل هو طبيب العائله هما الطب في الدرجه الاولى هما اكثر عباد يشخصوا في الخط الاول هذوك الخط الاول هما اللي يشخصوا في المستوصفات واللي في المستشفيات المحليه هما اللي يشخصوا اول وحيد هما اللي يبداوا الدواء اول وحيد به اما التوريط اللي تحكي لنا فيه دكتور هذايا معناتها هذايا معناتها بين قوسين ديما نحكيها
هي اعراض دارجه في عديد الامراض اللي تنجم تكون حتى غريب اللي تحكي وجعني راسي شويه مع شويه فشله بو حتى معناتها نحكي لك دونك اللي يسمع علاش اللي هو المرض ماهوش مشخص كما يلزم كما قلت لك عنا انتيغ لا بوبولاسيون اللي عندهم 30% عندهم هايبرتونسيون معناتها عندهم ضغط الدم وفي 30% هذوما الكل فما كان 38 فيهم مشخصين وقتاش انا لازم نمشي نشوف طبيب في الاعراض هذي وقت اللي يكثر وجاي على الراس وقت اللي ديما دارجه الوقايه خير من المبدا هذاك اللي متفاهمين فيه المبدا الوقايه كيما نقول خير من العلاج معناتها نقول ديجا الوقايه انت كي تتبع عند طبيبك طبيب العائله نتاعك وكل ديجا يعطيك كيما نقولوا نصايح وكل من العمر نتاع 40 سنه نبدا نعطيه في النصايح فما بعد ساعات تظهر من 35 سنه وحتى من 30 سنه فهمتني خاطر احنا نمط العيش نتاعنا الدنيا تبدلت الستريس والماكله نتاعنا ماكله في الشارع برشا وبرشا حاجات برشا ملح ها برشا ملح التوانسه اللي يستاكلوا في برشا من الاسباب اللي تخلي اليوم عندنا الاشكال غير كو الخبز نتاعنا في تونس الخبز نتاعنا فيه برشا ملح تقارنوا بال كما نقولوا بالدين الاوروبي والمواصفات الاوروبيه وكل اللي في بالي بيه التونسي يستهلك حكايه 13 غرام ملح في يومين اور لو ميست تقول لازم ما نفوتوش خمسه يعطيك الصحه هاك سا دوبل معناتها بيسك دونك من بعد باش يتلموا عادي الباكيت نتاعنا فيها خمسه اي تصور في تونس وانت والكوشه معناتها وانت والكوشه انت الباكيت فيها خمسه ابري فهمت واحنا ناكلوا في معناتها اذا تاكل باكيت في النهار وما تزيد حتى شيء اخر معاها خاطر حتى الماكله كي طيبه بلاش ملح فيها الملاح نتاعها معناتها الخضره فيها الملاح نتاعها وكل شيء فهمت اللي دونك من بعد تلقاهم هذوما معناتها باش توصلهم ل 12 معناتها التونسي معناتها فينا ياكل لبنين يحب لبنين ما ينجمش تروحوا تجي تقول له كل مسوس هاني نقصت يا طبيب يقول لك هاني نقصت كيفاش نقصت فسر لي اعطيني كيفاش ماكلتك كيفاش ولا حاجه هاني ناحيه الزيتون وبرا معناتها والمالح ناحيه الزيتون والمالح ناكل من هنا بعد قداش هذاك هو تنقيس المناعه به دكتور خلينا في منها توا نقطه اخرى من الاسباب معناتها به فيما يخص من الاسباب خلينا نركزوا نمشيو على الاقل الاسباب اللي يسمعوا فيها من الاسباب اللي تخلينا اليوم عندنا مشاكل في ارتفاع ضغط الدم نمط الحياه اللي حكيت لي انت عليه والاكلات الغير الغذائيه في تونس معناتها حتى الاكلات الغذائيه كيف زاد مالك كيفاش نحكي معناتها لازم نتعلموا نسنسوا روحنا من الصغر احنا من الصغر نسيم ماكلت لبنين فهمت حتى خد تقاليدنا تقاليدنا لازمنا نتعلموا كيما في لي بي اوكسيدونتو معناتها برا في الغرب وكل يطيبوا ما يطيبوش مالح ماكلتهم مسوسه ويستانسوا كي تستانس ولا حتى قبلها وتظهر لك الماكله بنينه تستانس اما احنا كي تستانس روحك بماكله مالحه تظهر لك بنينه كي تبدا مالح سي نورمال بي في فرنسا في لي بي اوكسيدونتو كلها ياكلوا ماهوش مالح ومستانسين وماكلتهم بنينه فهمت لازم نقصوا شويه من الملح معناتها في لازم نقصوا برشا ملح لازمنا نقصوا برشا معناتها انت هاك تعرف قلت لي 5 غرام اي في بالي 5 غرام 5 غرام لوميس معناتها اي ما تنجم معناتها توا ما نجموهمش في في حي خاطر باش تمشي تخدم في الشارع خبزنا مالح خبزنا في تونس مالح اه دونك لازمك الكونسوماسيون نتاعكم نتاع الخبز ما تفوتش 6 باكيت في النهار مثلا ماكس يعطيك صح اي ما مثلا اليوم علاش انا حكيت لك هكا دكتور في بالي حتى زيت المقلي زاد ينجم يكون من الاسباب الاساسيه في ارتفاع ضغط الدم نخدم في الشارع خليت ساندويتش مع كعبه فريت زيت المقلي زيت المقلي ما يتسببش في ضغط الدم ديريكتومون اما هو ما يعطي شحم في الدم وكله هو من العوامل نتاع امراض القلب والشرايين عامل تابع لضغط الدم كما قلنا ضغط الدم هو العامل الاول الشحم في الدم ضغط يسمى عامل ثالث فما العامل الثاني هو الديابيت اللي هو السكر فهمت هذوما كل ما يسبب لي ما يتسببش في ضغط الدم أي. يتسبب في امراض القلب والشرايين بصفه عامه تسمى عامل خطر امراض القلب والشرايين ب فما تو فاكتور دو ريسك فاكتور دو ريسك لي فاكتور دو ريسك هما برشا كيما قلت ب فاكتور دو ريسك فيهم العمر كيما كنت تحكي لي فيهم التاريخ العائلي صحيح على الفكره هذيا انه عندي بابا امي مريضه بالنجم نكون ماهوش بنفس القيمه اما عنده لامبورتونس نتاعو معناتها هما فما لعوامل نقولوا العوامل اللي نجموا موديفيابل ونو موديفيابل العوامل اللي نجموا نتصرفوا فيهم العوامل اللي نجموا نعملوا حتى شيء كيما واحد جينيتيك نتاعو مثلا والا معناتها العائله نتاعو الوراثه الامور الوراثيه تاريخ الجين شو تاريخ الجين معناتها الحاجات الوراثيه ما تنجمش ما عندك ما تنجمش تبدل فيها حتى شيء العمر ما عندك ما تبدل فيه اما قله الحركه السياده في الوزن والسمنه من الاسباب العوامل اللي اخترت دكتوره صحيح هي اللي تنجم تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم
تعاون هما مع بعضهم يعاونوا انا الكلهم يقعدوا عوامل امراض قلب وشرايين مش ضغط الدم فهمت اليوم الكل يشرجوا على القلب وشرايين فينا الدم يشرجوا على القلب وشرايين به قلت الحركه كما حكيتي لي انت صحه ميسي دون تغيتين كرهبة خدمة دار أقضي روح تكة روح تكة فهمتني ما تمرش معناتها اللي هي كرهبة كرهبة خدمة دار الدخان صحيح اللي هو من العوامل كثير من العوامل الكبار كثرة الملح كما كنا نحكيه السكر السكر الشحم في الدم الشحم في الدم سامحني معناتها الناس اللي برشا تشرب في الكره وهذه من العوامل اللي خطر على القلب بصفه عامه القلب القلب والشرايين هذا ستريس ستريس فسالي نحكي ستريس ستريس اللي معناتها برشا طب ديما يقولوا ستريس ينجم يكون من عوامل اللي خطر في القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم يعطيك صح موش بنفس لامبورتونس اما بيان سور ستريس ستريس من العوامل اللي تؤدي ارتفاع ضغط الدم وتعدي كما يقولوا عامل خطر قلب وشرايين به من الاسئله اللي قاعده توصلنا مدام انس تقول لك تسال تقول لك المراه الحامله عادي عادي انه يجيها تلقى راح عندها ارتفاع في ضغط الدم ولا لا المراه الحامل بالعكس المراه الحامل لازم نخافوا عليها اكثر وقت ارتفاع ضغط الدم معناتها لازم مراقبه وتشوف طبيبها وبعد ساعات نبداو الدواء اسهل حتى من المراه اللي مش حامل معناتها خاطر عنده مضره عنده مضره اكثر من عليها وعلى الجنين نتاعها في اختياركم الادويه اي اما معناتها مش حتى في اختيارنا المراه الحامل ديما نراقبوا لها الدم بعد كما نقولوا 20 سمين دم نوري 20 سمين دم نوري المراقبه تكون اكثر معناتها المراه فما من عوامل اختار الحمل ولا لا مش من عوامل مش من عوامل اختار دكتوره ضغط الدم هو اختار على واختار على الجروسيس على عمليه الحمل وعلى الجني اللي عنده دونك لازم ديما تقعد بصفه دوبا ما يبدا فما ضغط الدم عند المراه الحامل غادي وين تبدا المراقبه ونبداو الدواء زاد اسهل فاسيلمون جينيرالمون عند المراه الحامل فما بعض الادويه اللي تسبب في ارتفاع ضغط الدم تو دكتور فما لي زونتي انفلاماتوار اللي هما لي زونتي انفلاماتوار اكثر حاجه تستعمل فيهم اي عندي البرد ناخذ لي زونتي انفلاماتوار مثلا يسبب في ضغط الدم بصفة كبيرة بصفة كبيرة فما دويات اللي استعملوهم تاع الروم وكل فهم دي برودوي اللي يعطيو فازوكونستريكسيون معناتها يعطيو الشرايين تتسكر شوية معناتها الشرايين صغار تتسكر شوية ويعطيو ارتفاع ضغط الدم مثلا باش يعرفوا خاطر عباد تمشي يمشي الفارماسي يقول اعطيني اونتي انفلاماتوار اعطيني ما نعرفش اللي فيه باك الاكس الكل خاطر انا مقرب شوية دونك هذا راهو ينجم يسبب في 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 ارتفاع ضغط الدم مشاكل كلاوي مثلا لي زونتي انفلاماتوار مشاكل كلاوي ارتفاع الدم ومشاكل كلاوي جينيرالمون ماشي ريفيرسيبل معناتها قد ما تستعمل في حكايتك لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان نسميهم هذوما يعطيو تشوه صغير يعطيو قصور بشويه بشويه في جينيرالمون في الكلى معناتها ثاني في كومولاتيف قد ما تاخذ بطول الوقت قد ما لي في تبدا لي اكزاكتومون ومن بعد سي بون نون ريفيرسيبل ماتش بعد 20 سنه وانت تاخذ مثلا مش حقول 20 تاخذ مده طويله تاخذ بعد عوام بعد عوام فهمت جينيرالمون موش ريفيرسيبل به التشوه اللي يعطيه في الكلى موش ريفيرسيبل به دكتور انقطاع النفس الانسدادي في النوم الناس اللي ساعات يقول لك يعطيك الصحه هذه عجبتني انا دكتور هذه عجبتني فيها نقطه ذي دكتور سندروم دابلي دو سومي اوبستركتيف اللي نسميوه هذه من 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 عوامل ارتفاع ضغط الدم الواحد خاصة يبدا سمين شوية ويشخر برشا في الليل هو شنو شخير برشا في الليل الأكسجين يتقص وانت ما تفيقش به ونومك تلقاه مقطع وتعدي نهارك في نهارك في الصباح وكل تلقى عندك برشا نوم خاطر نومك موش به قاعد في الليل اللي تقطع عليك نفس وانت ماكش قاعد تفيق كل اقطاع نفس يخلي السومي لي بيرتوربي داكوردو دونك هذا ينجر عليه ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم هذا صعيب تركيحه بالدواء داكوردو واللي هو من اكثر مشاكله سورتو السمنه تلقى بصحته يقول لك بصحته شويه السمنه ويشخر برشا تقول حسيته تقص عليه نفس ساعات تسمع هو ما يحسوش جينيرالمون مرته مثلا ولا واحد من الدار يقول لك حسيني صحيح يقول لها معاك صحة. بعد يعاود يرجع بلا يعطيك الصحة في نقطة من الأسئلة اللي قاعدة تجينا دونك هذو من الأسباب اللي تنجم من الأسباب وبعد ساعات عليه يبدأ عنده ضغط الدم ويتزاد له السندروم دابنيو دو سومي هو من الأسباب اللي عدم كيفاش نقولوا
لا ديفيكولتي ديكيليبري التونسيون ارتيريال نتاعك معناتها باش ترجع تركح تركح الدم نتاعك ما تنجمش بالمرض هذا يخليه ما يركحش. وجينيرالمون دوي شنو السندروم دابلي دو سومي هذايا اللي هو فما ماكينه يستعملوها في الليل المريض اللي يرقد مرتاح باش ينجم يتنفس مرتاح ويرجع صحيت والا فما اللي فما عباد فما عباد نقول لهم انقص الميزان بركه يتصلح دونك سمنا راهي هذه من المشاكل الكبيره راكم تشوفوا معناتها قداش تسبب فيه. دكتور من المضاعفات نعاود ذكركم ان ضيفنا اليوم دكتور محمد بوسعديه طبيب مختص في امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن جزار وحديثنا معه حتى النص النهار باش يكون فيما يخص ارتفاع ضغط الدم. تنجموا تكلمونا على 70 035 120 70 035 120. ارتفاع ضغط الدم اذا ما تداويش ينجم يسبب لنا نوبات قلبيه والا حتى سكته دماغيه. دكتور يعطيك الصحه. السكته الدماغيه بنزيف والا بنزيف والا بطمس شريان المخ معناتها هذه من الاسباب اللي تنجم توصل غادي كينا ديريكت مباشره. اليوم تنجم معناتها يقول لك تمدد في الاوعيه الدمويه والا يسبب ارتفاع ضغط الدم. صح تمدد في خاصه نقولوا في الاوخت ابدومينال مثلا والا الشريان الكبير نتاع نتاع البدن اللي هو الاوخت اللي يخرج من القلب اللي هو يوزع الدم على البدن الكل هذا يصير فيه تمطط يصير فيه تمطط في جراء ضغط الدم والتمطط هو ما عنده سين كومبليكاسيون اختيره شويه فيش اختيره شويه مش اختيره من اللون اختيره في ليفولوشن معناتها كي ما تركحش الدم ينجم يصير ينجم يتمزق كامل وكيصير التمزق هذاك معناتها يبدا تمطط وبعد يصير تمزق وكيصير التمزق في كاتاستروف معناتها كارثه يصير نزيف كبير في البدن وجينيرالمون معناتها عمليه جراحيه صعيبه برشا وارجونت تري اورجونت. اذا نحكيو على ارتفاع ضغط الدم القلب شو يخدم صفه كبيره نجم نوصل نحكيو على الفشل في القلب قصور في القصور شو يخدم بريتم اكثر قصور في عضله القلب معناتها طول المده انت كيما تقول معناتها القلب كي تعطي انت 18 دم كي تعطي مثلا 11 دم و 18 دم تعطي 11 دم يخدم مرتاح كي تعطي 18 دم هو لازم يبدا يقوي في روحه يقوي في الخدمه نتاعو باش ينجم حتى مسكل فيه انت كيما واحد تعطيه يهز في اكثر من الشارج نتاعو اكثر من الشارج نتاعو ودايوغ شنو يصير في العظم نتاع القلب انها تخشين مشكلات ولا عضلات القلب تتمسكل تخشين في جر ضغط الدم انت قاعد تمسكل في القلب نتاعك واللي هي مش حاجه باهيه للقلب خاطر القلب كما يقولوا هو بيت كي البيت هذيك تمسكل ما تقول فما حيط زدتوا اربع حيوط من هنا واربع حيوط من هنا قاعد صغار البيت هذيك فهمت. دونك بعد مده صغيره نوصل نحكيو على الفشل بعد مده كبيره نوصل نحكيو على الفشل ملول يبدا يبدا كما يقولوا بالليبرتروفي معناتها القلب يخشن كي يخشن القلب هذاك يتسبب بعد ساعات في يقولوا لا ديسبلي معناتها في قصور التنفس وكل شويه بشويه ومن بعد يصير قصور عضلات القلب الفشل تام يولي صعوبه التنفس والبدن منفوخ وهذاك بس القلب سيء هذا كله باش يتبعك وقت يولي دكتور دكتور صحيح انه ارتفاع ضغط الدم العروق الجويده نجم هما يضروا من الاول صحيح الفكره دي دكتور الكل يضروا ضغط الدم يضر العروق الوسطى والعروق الكبرى هما اللي يضروا نجم توصل انه واحد يفقد معناتها ما عادش يرى نعمه البصر على خاطر كل العروق الجويده موجوده جينيرالمون مع السكر يزيد يسرع السكر هذا السكر تسميوها لا غيتينوباتي هايبرتونسيف وفما لا نيفروباتي هايبرتونسيف زوز الكلاوي العروق نتاع الكلاوي ونتاع العينين هذوما اللي يتمسوا هما اللي يتمسوا في جرة ارتفاع ضغط الدم معناتها بطول المده الواحد يحس في روحه لاباس عينيه تتمس كلاويه تتمس اللي هما يمشيو جينيرالمون مع السكر هذوما زوج مع بعضهم فما ان افي سينيرجيك معناتها مع بعضهم يضروا المضره وذاك علاش مرضى السكر يعملوا برشا لازير باش يقتلوا كل عروقك اللي مرض ما معناتها من العوامل دكتور صحيح تولي معناتها نجم تاثر لي حتى اللي عندي مشكله في الذاكره وفي الاستيعاب من بعد بطول المده ارتفاع ضغط الدم هذا ما عادش نجم حتى باش نركز معناتها باش نخدم باش خاطر ارتفاع ضغط الدم يعطي معناتها ملي كما نقولوا هو بيتسبب في امراض قلب وشرايين من امراض الشرايين امراض الشرايين نتاع الاطراف السفليه سيرتو الاطراف السفليه نسميوها الاختيريوباتي اوبليتيرون دي ممبر انفيريور هذه في الاختيريوباتي اوبليتيرون دي ممبر انفيريور العروق فما يصير طمس في العروق هذوما والذكر الى نغيم العروق نتاع العروق السفليه معناتها فهمت ما
معناتها إلي بلو نوغي دونك يصير قصور في الذكر. دونك هاكم شفتوا شنو المضاعفات اليوم وقتين نحكي المضاعفات الكبيرة هما ثلاثة أنواع نتاع مضاعفات السكتة الدماغية السكتة القلبية اللي تصور معناتها كيما نقولوا احنا نسميوها لانفاركتوس دو ميوكارد ومشاكل الكل معناتها لا كورنيغوباتي عروق القلب كي تتمس نقول والاختيريوباتي وعروق الساقين معناتها لي تخوا زيتا الراس القلب والساقين هذوما هما لي كومبليكاسيون الكبرى معناتها بكري تسبب فيهم ضغط الدم بي. دكتور تو انت بكري قلتي راه مرض صامت ومعناتها ما يتكلمش تحب له مده بالشذر نحكيوا على عام على عامين او موين على الاقل دكتور خمسة سنين اللي يقول لك يقول لك معناتها في 30% لا بوبولاسيون و 38 برقم شخصين معناتها باش تفهم اللي فما 68 معناتها ماهمش مشخصين 62 ماهمش مسخصين 62% مع 62% معناتها دو تونيزيان هيبرتوندو على تيسا 12 اشخاص على تيسا عندهم هيبرتونسيون ماهمش فايقين بالرواحه دونك هاكم شفتوا المضاعفات واللي واللي مشخصين فك 38% هذوك مشخصين فما 2% 82% ياخذوا في الدواء وفك 82% فما كاين لو ان تيير معناتها الثلث هما اللي مداوين بالكدا لي دو تيير من العباد اللي عندهم الدم يقعدوا ما يداوش بالبهي مش مداوين بالكدا خاطر مش ياخذوا في دويكم يفو ما فماش لي جين دو في معناتها نمط العيش مش قاعدين يبدلوا فيه الدواء هما راه خذاه مره ما خذاش من اللي فاتوا من الحاجات اللي تخلي انه ضغط الدم ماهوش معدل كما يلزم صحيح اللي انا من بعد كي ناخذ دواء ونقعد نداوي في مرض ارتفاع ضغط الدم نكون عرضة أكثر من الإنسان العادي لسكتة قلبية وسكتة دماغ ناخو في المريض أنا وناخو في الدواء أما شكون عرضة أكثر لسكتات دماغية اللي كنا نحكيو عليهم دكتور كي تبدأ تاخو في الدواء الريسك ينقص برشا ديما عندك أكثر ريسك من عبد ما عندوش الدم ديما عندك أكثر ريسك أما الريسك معناتها لو ريسك اللي كونترولي معناتها ريسك صغير يقصد مش كيما ريسك بتاع واحد مش مداوي روحه مش لهي بروحه اللي بروحه ومريكح دم وموره مريكله هذيك ما يخافش عليها يخاف على روحه كان عنده دم وما على بالوش ومش ليه بروحه وبيان سور شق عاش كان بدو هذاك ما عادش جينيرالمون عمرنا ما نقصوا على الدواء كان كي تبدا مثلا الجروسيس جينيرالمون بعد الجروسيس الدم يركح فهمت ولا لاش تي سكوندير واحد مثلا عنده مشكله في الغده ركحنا الغده الدم ركح هذوما اللي نجمو نقصوا لهم الدواء كي معناتها كونت اون تريت لا كوز السبب الاساسي اللي السبب الاساسي كي نداوي السبب اللي خلى عنا الارتفاع هذاك نداوي السبب الاساسي اللي هما راهو 10% برا من 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 ضغط الدم عندهم سبب ثانوي راه معناتها جراء سبب 10% كاو 90% ما فماش سبب راهو منهم كان عندهم سبب ثانوي اللي خلى اللي نجر عنه جرى عنه كيما مشكله غده هذه من الاسباب اللي خلتنا اليوم يكون عندنا اختيارنا في موضوعنا هذا وارتفاع ضغط الدم معنا تليفون دكتور كان تسمح لي تبسل الكاسك على 70 35 120 سي كمال اهلا وسهلا عسلام اخويا حاج مرحبا الحمد لله معك دكتور محمد بوسعديه طبيب مختص في امراض القلب مرحبا دكتور عسلام سي كمال سؤالي انا مرض بالسكر 2012 بعد 2015 بعد 2 ولا عندي دم والسكر نستعمل توا في سيتالول الدواء وكنت نستعمل في تياتيك دي ترياتيك بدل لي الطبيب فال خاطر ما عادش يرجع لي الكنام قالوا لي نتاع خارج ما عادش يرجع لي نحب نعرف معناه الدواء هذا سيتالول وفال معناه موتين بعضهم ولا افيكاس الزوج مع بعضهم ولا لا من هو دويت هذو مدويت اللي نكتبهم ديما اما ما نجمش نقول لك اللي هو موتين بعضهم بيان سور موتين بعضهم اما ما نجمش نقول لك ان ضغط الدم نتاعك راكح ولا معناتها فهمت الدواء النهايه نتاعو يلزم يركح الدم اتوبري معناتها عندنا دويت كما نقولوا برشا دويت قد شعر راس دويت يعني خاطر هما شكروا لي قبل في التلديت هذا وبعد كي بدلوا لي فال قلت نسال عليه قبل ما نستعمل لا سي دوي كيما دوي الاخرين ماهوش بعيد على الدواء اللي كنت تاخذ فيه زاد حاجه اللي قلت لك الحاجه اللي لازم هو يكون لازم يكون راكح الدم تاعك لازم يكون راكح كان الدواء هذا كان الدم ماهوش راكح لازمنا نقويه في الدواء معناتها ما يلزمناش نستنى وانت عندك خدمه لازمك تعملها زاد فما الحركه نتاعو يلزمك تتحرك شويه ويلزمك الماكله نتاعك تتعلم معناتها تنظم ماكلتك فهمت احنا توينس مش كل اللي عنده الدم يسمى نظم ماكلته توينس كل لازم ننظم ماكلتنا اللي عنده الدم اكثر هذاك وانا انا تعمل في السنتروم تاعو
السنتروم على الدقه الزايده ولا على شنو؟ عندي دقه زايده في قلبي. 2017 جاتني دقه زايده، رقدت 3 ايام في السبيطار، عطاوني 6 حرابش في شربت مع بعضهم وكاو. باش رجعنا الدقه باش رجعنا الدقه هذيك، عندك 6 حرابش باش رجع الدقه منظمه عاديه. صح هذاك عليه. انا حبيت نسالك، معني السنتروم ما مبطلوش؟ لا السنتروم هذيك ماشي تبطل، هذيك افي. والسترول والواحد يقعد عاديين، معناها ما نجمش نبدل حاجه. سي دي بون، انت دقتك ريك السوترول هذيك منو راك حد دقه مشيت السوترول هذيك السوترول هذيك خاصه ناتشو للدقه راه. اي وقال لي كان ما جاش عندك السكر سنتروم من ناحيه اولى السوترول به هناك مشي معايا به. اغزل سي كمال ديما استشير طبيبك المباشر، هو هو اللي يتبع في حالي المهمه النقطه هذيا. وفكره بكري خاطر سمعت قلت لنا راهو قالوا لي الدواء الاخر خير ولا مش خير، ما فهمتش. الطبيب يعرف يعمل معناتها أيوة. كيما قلت لك دويت الكل باهيه فهمت، والطبيب من بعد هو اللي هو اللي هو يجوج معناتها، هو اللي يعرف شنو لازمك خاطر هو اللي يباشر فيك. لا دكتور النوم في الليل ما الدم ولا خد ما يجينيش النوم برشا في الليل، نفز برشا مرات. ضغط الدم ولا لا؟ با فورسيمون ضغط الدم السكر تقوم برشا باش تمشي تواليت. النوم ما يجينيش جملة، ما فهمتش روحي، ما السكر مريقل لا لا سكر ما مرة برك نفز. عندك شخير ولا ما عندكش شخير؟ معناتها زايد في الميزان؟ ما عنديش شخير ونزن 74 معناها ضعيف مشني. فهمتك فهمتك، ما لا معناتها موش من سبيسيالمون من ضغط الدم هذا قله النوم. اصل عاود استشير طبيبك، ما يسالش عاود استشير طبيبك في مشكله نتاع النوم مره جاي في الكونترول جي بوتيتر بوتيتر يبدا عنده عليك فكره خاطر هو يعرف الهيستوريك تاريخك المرضي نتاعك، ينجم يبعثك لطبيب اخر في مخصص مشكل النوم وينجم يعطيك دواء زاد باش يحاونك يحسنك معناتها في حكايه النوم هذه. سي كامل ان غرون ميرسي لتدخلك معنا على 70 035 120. مره اخرى خلي نحل البارونتيز هذه دكتور معك انت مره كان تسمح دكتور بربي الدواء يعطيونا كان طبيب مش راهو دواء اللي مشي عند خويا ولا جار جارتي دونك يمشي معايا الازرق. ما فما ما فما حتى دواء ما عندوش مضره، طبيب يعرف الدواء اللي ما يضركش. ايوا دونك الدواء كي تاخذه نيمبورت كومون ينجم يضرك، الدواء كي تاخذه كوم يلفو بالعكس يعاون. احنا يعاون وينقص في يحمي زاد يحمي يعاونك ويحميك من يحميك من الموت في جراء الامراض القلبيه امراض القلب والشرايين معناتها فهمت. هذه هي قوه الدويات معناتها لي زيتود نعملوهم بعد ساعات معناتها اون ديمينيسيون دو لا مورتاليتي كارديو فاسكولير معناتها الدويات اللي نعطيوها انخفاض في عدد الوفيات جراء الامراض القلبيه. الدويات اللي نعطيوهم هذه هو شنو لو بوت معناتها مش نقصوا في الدم وبرا معناتها فهمت. الدويات اللي نعطيوهم عندهم افي في تنقيص الموت في جراء القلب والشرايين. دونك هذايا نعاود نذكركم انكم تمشيو تستشيروا الطبيب نتاعكم ورد بالكم وتبطلوا من الدواء وحدكم، تقلقكم الدواء ما ساعدكمش. صحيح ومش تقلق الدم نتاعك مريقل تقول ما عادش حاجتي بالدواء، غلطه كبيره هذه وتصير برشا. والتشليط هذا راهو ما يداويش الدم، التشليط ينجم ينقص لك في الدم في وقتها خاطر ضيعت برشا دم فايت شويه دم فهمت، اما ما ينقصلكش ما ينحيلكش. تسمح لي في قوس صغير دكتور في قوس صغير، توا اللي دارجه برشا الحجامه العربي اللي يجي ويمشي كسوا السبيسياليست ولا ما عرفتش كيفاش، هذه عندها اثار سلبيه حتى للناس اللي عندهم مرضى بضغط الدم وبصفه عامه للناس العاديه والا لي دكتور؟ كان عندنا فكره عليه فتحته معك القوسه. والله بالنسبه للحجامه احنا سوسيتي نتاعنا سوسيتي تونيزيان دو كارديولوجي دو شيرجي كارديو فاسكولير ما نحكيوش عليها بالكل، هذوما من الحاجات اللي ما نحكيوش عليهم بالكل فهمت. اللي تشافت شويه عند لي سبورتيف ويدرا شنو احنا ما عندنا عليها حتى فكره. فهمتك كنت معنا عليها حتى فكره وما ننصحوش بها معناتها. واضح دونك ايوا ما ننصحوش بها، هذه ديما نحب نقولها ما عندناش عليها فكره وراي علمي حازم في الاطار هذايا ما زلت ما عندناش. يعطيك الصحه دكتور. كيفاش تم عمليه التشخيص نتاع المرضى نتاع مرضى بارتفاع ضغط الدم بصفه عام؟ التشخيص كما قلت لك الطبيب المباشر هو جينيرالمون يشخص الاول معناتها المريض يمشي يعدي على حاجه اخرى ويقيس له الدم يلقى الدم نتاعو عليه، معناتها فورسيمون يمشي يعدي على خاطر عنده جيعه في راسه ولا خاطر يحس في الدم نتاعو طالع، يمشي يعدي على حاجه اخرى ونشخصه هيك كيشير جينيرالمون خاطر كما قلت لك مرض يتفشى بصفه معناتها مانيير اسيديوز معناتها الي سيلونسيوز بصفه صامته بصفه صامته. دونك ديما التشخيص نتاعو اكثريه يصير في
معناتها كيما تصير زاد بريفونسيون بعد ساعات هما كلي كرافان سانيتير يمشيو الخيمات يقيسوا الخيمات هذوكم يقيسوا الدم باش يقيم التشخيص معناتها فهمت. بعد ساعات يشيخ التشخيص على خاطر وجع الراس واحد يمشي خاطر يوجع الراس ولا مشي راس وجع ومشي قاس في الفارماسي يمشي عند طبيب فهمت معناتها برشا beaucoup de moyens de diagnostic باش نجموا نطلعوا المرض هذا دكتور معناتها التدخل نتاعك يجيكم انسان معناتها عرفت عليه يكون كان تدخل بالدواء لازم يشد النظام في الدواء في جزء ما احنا اول حاجه نعملوها ما نجيني ما نبداوش الدواء طول طول راه سا ديبون كيما قلت كيما قلت لك سا ديبون من الدرجه نتاع الدم نتاعو درجه ثانيه درجه ثالثه جينيرمون نبداو الدواء بالوقت ريجيم ودواء بالوقت درجه اولى ما عندوش برشا عوامل اخرى اعراض نتاع امراض قلب وشرايين معناتها عوامل خطر معناتها ما عندوش برشا عوامل اخرين ما يتكيفش ما عندوش سكر مع الدم نجمو نبداوش الدواء نجمو نبداو ريجيم وتنقيس الدم مع شويه حركه واحد ونشوفوا عندنا الوقت مريض اللي عنده درجه ثانيه درجه ثالثه عنده امراض اخرين ما عندناش الوقت يلزمنا نركحوا الدم في اقرب به سيد احمد يسال فينا يقولنا شنو اللي اخطر هل هو ارتفاع الضغط الانبساطي اخطر من ارتفاع الضغط الانقباضي اللي حكيتي لي من الاول خلينا نعاودوا نفسروها دكتور مره اخرى برك الصحه ما فماش فرق زوز خطر عليها عند لي جون جينيرالمون يبدا الدم طالع الانبساطي اكثر عند الكبار هو الانقباضي اكثر داكور زوز مختلف به دكتور شنية نصايح النجم نقدمه احنا دايوغ بعد ساعات يبدا عنده الانقباضي طالع يسمى عنده الدم واللي عنده الانبساطي كهو يسمى عنده الدم زاد فماش انتوما مريض بالدم عنده مشكل في ضغط الدم ضغط الدم موجود به معناتها الدياغنوز التشخيص يصير بالزوز بهذا ولا هذا والا بالزوز به عاود ذكرنا دكتور ميساج سينا وقلنا عاود ذكرني بالحالات اللي بالحالات اللي نجم نبرى منها من ارتفاع ضغط الدم كيما كنت قلت لي كي نداويو السبب من بكري هكا ولا كيما السندروم دابري دو سومي كي نداوي تضعف المشكل نتاع النوم كي الناس تشخر برشا في النوم برشا بعد ساعات يداوي نجم يركح الدم نتاعك من غير الدواء بالريجيم نجم يركح تنجم ما تسحقش الدواء من بعد اللي عنده من الغدد الغدد انواع نتاع غدد فما اللي عنده الفيوكروموسيتوم هذه نوع نتاع مرض نتاع غدوه والا لادينوم دو كون هذه نوع نتاع غدوه في فوق الكلوه فوق السورينال يبدا فيها اون تيمور صغيره اللي السيكريت نوع نتاع بعض الافرازات بعض صحيت اللي تاثر على بالهرمونات اللي تتسبب في ضغط الدم كنا حيوك التيومور هذيك ضغط الدم يلك احمد اما كيما قلت لكم بسم الله نعرفه 10% كهو وفما اللي في جراء الدواء زاد نسي قبل كنا نعطيو منع الحمل دواء منع الحمل كانوا يتسببوا مثلا زاد كانوا يتسول تو دكتور لا تو ما عادش بدلنا الانواع وما عادش يتسبب ما عادش يتسبب كيما قبل دكتور شنية نصايح نحب قدمة خاصة اللي يسمعوا فيا دكتور كان تسمحني خلي جيب خفيف اللي حاضر بحثينا دكتور محمد بوسعدية طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين كيفاش نصايح نجم قدموها للناس اللي تحب تقيس ضغط الدم حتى وحده في الدار شو ما نصايح على القلب باش نطلعوه قريب للواقع معناتها اللي عنده ماكينة في الدار بيان سور يقيس يحب يعمل كما نقولوا احنا نسميوه لوتو ميزور القياس وحدك الطبيب كي يطلب لوتو ميزور يطلب لك على 3 ايام كيفاش يجب تكون قاعد مرتاح في الفرش يدك في النيفو متاع قلبك مرتاحة على هكا امبلون بجنبك معناتها على طاولة ولا حاجة في النيفو متاع قلبك تفوت المفصل طبعا تطلع فوق شوية وتخلي يدك مرتاحة ترتاح مدة 15 دقائق وتقيس الدم متاعك تقيس وتثمرات 3 مينوت دانتيرفال نسميها على رجل دي 3 3 فوا بار جور بلوتو معناتها 3 ايام ورا بعضهم 3 مرات صباح 3 مرات في الليل 3 مينوت انترفال بيناتهم 3 دقائق هذه من اهم النصائح هذه لا مانيير نتاع لوتو ميزور نتاع القياس الذاتي اللي نطلبوه ويقيدهم في ورقه ونعملوا الموين نتاعهم 3 صباح 3 في الليل 3 مينوت انترفال لمده 3 ايام ورا بعضهم دكتور من نصائح اللي بصفة عامة نحب نقدمه هذه النقطة اللي تهمني برشا اللي أكدت عليه أنت بكري الماكلة ثم الماكلة الصحية هي راي من أهم العوامل اللي تنجم تسببنا في ارتفاع ضغط برشا أمراض أخرى منهم ارتفاع ضغط الدم هذا التمليح هذا لازمنا نحيوه في تونس اسمه يتنحى الزيتون الملح والعجل لازمنا نحيوهم على غالب معناتها لازمنا نلقاو فما شكون راه يملح بالقارص برا من غير ملح معناتها فما شكون ميساج معناتها لازمنا نسنسو روايحنا نحكي كل حكاية مخرة في الأخرة في فرنسا مستنسين فقدك في الغرب استنسوا باش استنسوا معناتها وراهي تونس كلاسي سون لو ميس ان بي او ريسك كارديو فاسكولير معناتها لا تري او ريسك كارديو فاسكولير الغرب
سي دي بي ا فيبل ريسك كارديوفاسكولير اللي هما اللي خلقوا الامراض هذه اما هما منعوا منها بالنمط العايش نتاعهم رغم اللي بريده بستريس ماهمش ناقصين ستريس اكثر منا ستريس هما فهمت اما هما بالماكله نتاعهم بالواحد نتاعهم بالنظام العايش نتاعهم بنمط العايش نتاعهم تغلبوا على الحاجات هذوما به او موا 30 20 بين 20 و 30 دقيقه مارش على الاقل هذيا من المهمه برشا هذا شو نهار غير بنهار نعملوا ساعة وإلا كل يوم 30 دقيقة كل يوم 30 هذه من الحاجات اللي ننصحهم كما نقولوا من فتوس 5 جرامات ملح في النهار نقص الخبز اشتر باقيت في النهار تقسمها ما بين سبيح مثلا في تونس نهار في الليل ماذا بيك لي في الليل ديما حاجة تاكل سلاطة فيها برشا خضر نية زاد الخضر نية هي اللي عندها منفعة أكثر من الخضر المقلي والواحد هذي لازمنا نبعدوا عليه للماكسيموم الدجاج من غير الجلدة نتاعو ننصحوا به اكثر من غير الجلده ديتاي ما نعرفوش الحقيقه دكتور حاجه اخرى صحيح انه نشربوا برشا قهوه تويسه احنا هذه من الاسباب اللي لازمنا نبدا عليه نقصوا من القهوه اليوم والتاثر القهوه ما تاثرش ديريكتومون معناتها سي با اني في ديريكت القهوه تزيدك في ستريس وفي سيكوندييرمون ستريس ومشي نولد عليه الستريس هذاك الميزان القهوه زاد الحاجه اللي تعملها تزيدك في دقات القلب زاد شويه دونك تنجم بعد تسبب لي بصفه غير مباشره مش بصفه مباشره باهي دكتور الميزانه نحافظوا برشا على الميزان يعطيك الصحه لازم يكون خاطر الزياده في الميزان هو من العوامل خطر القلب والشرايين نرجعوا ندوروا نرجعوا عوامل خطر القلب والشرايين فهمت دونك الميزان بالعكس وبعد ساعات التونسيون نركحوها اكثر كي نقصوا في الميزان نربحوا نقصوا في الدواء بعد ساعات مريض اللي تبدا عنده ضغط الدم درجة أولى كي نقص الميزان وبالرجيم والواحد يتغلبوا عليه ما عادش حاجتهم بالدواء غادي وين يولي ما عادش حاجتهم بالدواء زادة مثلا باهي دكتور للناس اللي عنده مشكلة نتاع الشخير وهو عنده مكسمنة كنا نحكيو عليها الانسداد شنو هي النصيحة نجم نقدمها لهم قبل ما نختم أنا معاك خاصة اللي يسمعوا فينا برشا منهم وجاري الكومنتير اللي عاودوا سألوني على نفس الموضوع المرض هذا زادة ماهوش مشخص كوم يفو داكورد هو من عوامل عدم تعديل ضغط الدم اللي يبدا يخف الدواء والدم نتاعو ديما ماهوش معدل ما حبش يتيح شيء خاطر عنده الانسداد هذا اللي هو السندروم دابني دو سومي وماهوش يخفي تلقى مرته تقول له تشخري يقول لي وبرانيش ما هو يضر يعطيك حتى الدقه زايده بعد ساعات يتسبب في برشا حاجات راهو التنفس الانسدادي هذا معناته السندروم دابني دو سومي يتسبب في برشا حاجات واللي باش نغلبوه معناته يلزم تشخيصه نقص في الميزان ميزان كيفاش نقصوه بالماكله الباهيه الماكله المعتدله الماكله الصحيه اكثر خضره اكثر غلال المارش شويه سبور اللي هو حاجه وتنقيس الميزان واللي يبدا عنده انساس سيفير وكل الماكينه اخر حل هذاك ماهوش اخر حل بعد ساعات نبداو بيه عنده انساس سيفير نبداو بالماكينه ومن بعد نجمو نعدلو بشويه تدريجيا تبدا معناتها اما اي به رد بالكم تقصوا على الدواء هذه ديما نصيحه ناكدوا عليه راهو لازم معناتها اللي سوء الحظ بالدواء الدواء ما تاخذوش الدواء نتاع مرض خذ الدواء يحمي فيك خذوا حاجه اللي هو حاجه تحمي فيك تحميك في بدنك تحميك من مشاكل الدواء بالعكس هو الى لا بو باش يحميك من الموت في جراء القلب والشرايين الدواء هذيك هي لا فيناليتي نتاعو الاولى يحميك من الموت في جراء القلب والشرايين شوف مو والدواء عمر ما نعطي الدواء وحده الريجيم قبل الدواء فمع بيت تاخذ في دويتها منظمه وتاكل مالح مع البلوش يقول لي دم مريق يقول ما انت معطيتني دواء علاش ما ناكلش مالح بالعكس ما ناخذش الدواء والدواء ما يمشوش مع بعض الدواء والدواء مع بعض ما يمشوش مع بعض دكتور محمد بوسعدية طبيب مختص في امراض القلب والشرايين من المستشفى الجامعي ابن جزار ان كرون ميرسي اللي حضرت بحضينا واجابتك على جميع الاسئله الانتجريتي الانترفيو تلقاه شويه اخرى على الباج اوفيسيال فيسبوك غدوه مره اخرى يكون حاضر بحضينا طبيب اخر في الو دكتور نتلقاو في نفس التوقيت ان كرون ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برودويب اللي امنوا لكم اكثر من 120 دقيقه من بثنا المباشر دي سي لا بي سيف يا دوما علميه والامور القانونيه وفي الساعه الثانيه نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص مش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.